مباشرة إلى نقاش الظهيرة المتعلق أساسا بسوق الأضاحي، المطالب بضبط الأسعار حفاظا على القدرة الشرائية تقريبا أسبوعين قبل عيد الأضحى المبارك. إذن يحضر معي عبر خدمة الهاتف الأستاذ إبراهيم عمراني، نائب رئيس فيدرالية مربي المواشي. مساء الخير سيدي، جمعة مباركة. يحتدم النقاش إذن قبل أسبوعين تقريبا من عيد الأضحى المبارك حول الأسعار اللي صنفناها جنونية للمواشي هذا العام. ما هو ربما السبب؟ اليوم تطرح عدة أسباب، لكن ما هو السبب الرئيسي لارتفاع هذه الأسعار؟ السلام عليكم، مساء الخير، جمعة مباركة. سؤال وجيه، وكل تقريبا كل عام وكل كل موسم يقترب موسم عيد الأضحى يكون فيه ديما تساؤل، الناس تتساءل عليها، الأسعار مرتفعة لهالمرة هذه كل عام وأسبابه. المرة هذه سبب يعني ظاهر والناس كل شيء فته، لأنه تقريبا عقبنا عام كامل بدون مطر، وهالمشي هذه تاكل مما تبت الأرض، وكما يكونش الماء ما تكونش نبات، ودونك هذا المسؤول على قطيعه لازم يصرف، لازم يشري، لازم يشري بأثمان أي سوم معرض بأثمان باهظة باش يخليها الماشية هذه فيها الروح، وباش يسمنها يصرف أكثر أكثر. ولهذا الأسعار ساغوفيان شير، تسقام الماشية هذه تسقام غالية، خاصة ماشية التسمين، خاصة الخرفان والكباش اللي موجودهم العبد باش يدخل بهم للعيد، لازم مصروف كبير باش يكونوا في ظروف حسنه، دونك لازم يصرف عليهم من شعير ومن نخاله وهذو هما المشاكل. نعم استاذ عمراني، من بين الاسباب التي تطرقنا اليها كذلك في عديد البلاتوهات للنقاش، وهي تجريم كذلك قرار تجريم ذبح اناث الماشيه اليوم، ربما لماذا لم تتخذ اجراءات او اليات للحفاظ على القدره الشرائيه للمواطن مع تزامنا وهذا القرار لتجريم ذبح أنثى الكباش، وبالتالي قد ترتفع الكباش الأخرى من الذكور؟ والله الأخت الكريمة، هذا هو رأي صائب وقرار جريء، ونتمنى أنه إن شاء الله يكون في تجاوب من الموالين، من المربين، من المسمنين، من الجزارة، من المواطنين هم بحد ذاتهم. هذا لازم يكون واعي انه يذبح انثى راح ينقص وحده من وحدات الانتاج في وسط القطعه نتاعنا، دونك ولكن مهما كان تبقى بعض الخصوصيات وتبقى بعض الظروف الخاصه وين هذه الانثى لازم تذبح. كاين انثى طاعنه في سن كاينه كبيره اللي ما تنجمش ما خلص لي سيكل دو برودكسيون تاعها، كاين انثى اللي المواصفات تاعها ما تطبقش مع المواصفات الزيوتكنيك اللي معروفه، دونك وتكون هضرنا انتاج عاد يخدم على روحه سيتيونيتي دو برودكسيون، ماذا بيه يكونوا وحدات الانتاج كل يكونوا بيرفورمانس، دونك يكونوا فيه كيلكو زيليمون اللي ماهمش ما يغطيوش هذه الشروط هذه، من المعقول انها تساكريفي ولا ساكريفي نبقاها بعد ايفيدمون بعد سنينها بعد ما يوجدها العبد باش تنتج، يكون الجزره تاعها تكون تنتج كميه مليحه من اللحوم. دونك ولو انه احنا مع القرار يكون في الوزاره هما ادرى وعندهم الاحصائيات وعندهم المعلومات اكثر من احنا عامة الناس، دونك اذا قروا حاجه احنا نتمشاو معها، ولكن لازم يفهم الموالي المواطن بانه فيه وحدات في كيلكو زيليمون كيلكو سوجي اللي لازم يتبعوا، ما فيهمش امل كبير انه تنتج منهم. نعم أستاذ عمراني، بما أننا نتحدث عن الأسعار الباهظة جدا للكباش هذه السنة، لماذا لا نعمم إمكانية بيع هذه الكباش على أسواق الماشية لضبط الأسعار وتوحيدها عبر التراب الوطني كما تفعل بعض شركات بيع الكباش مع بعض المؤسسات العمومية والخاصة؟ لا الأخت
اختي الكريمه، احنا في نقول لك راه تقريبا 90% من المنتجين من المربين خواص، والمعدل معدل العدد الرؤوس في القطيع تاعهم يدور حول 100 راس، هذا في احسن الظروف. دونك ما تجيش تقارني انسان اللي عنده 100 راس يتقوت منها الامكانيات تاع الدوله، امكانيات الدوله عندها الله يبارك امكانيات كبيره، عندها مزارع كثيره متوزعه على مستوى التراب الوطني. دونك ما تجيش تقارني شركه قويه، شركه اللي عندها قدرات، الواحد موال مربي ضعيف، ما حتى عنده 460 راس تسمى قدام الدوله ضعيف. دونك كل واحد يدخل السوق بامكانيات وظروف. نعم، كذلك سبب آخر من أسباب ارتفاع الأسعار الكباش هذه السنة هو المضاربة والسمسرة، لأنه بعض الموالين يشتروا هذه الكباش بأسعار منخفضة ويعاد بيعها بأسعار مرتفعة جدا. اليوم أستاذ، من أجل القضاء على هذه المضاربة والسمسرة، الكثير من الموالين طالبوا بتدخل وزارة الفلاحة. اليوم كيف نوقف هؤلاء الذين ربما ينخرون جيوب المواطن دون رحمة ودون شفقة، مع أنها شعيرة من شعائر الله عز وجل؟ هو الحمد لله اليوم كاين في إمكانيات الدولة، وكاين في نظام اللي مشينا عليه سنين، كاين وسائل باش تتمكن لك انك تتحكم ولو جزئيا في السوق هذايا. على الاقل هذا اللي داخل السوق، هذا سوق نقطه بيع تحددها الدوله، ودونك هذا اللي يدخل السوق نشرطوا عليه، خويا هات لاكارد الفلاح تاعك، هات بطاقه موال، يعود عنده بطاقه موال نتهنين ونرتاحوا باللي هذا مربي ومنتج، ولو انه تاجر في هذا الميدان هذا، ولكن القانون يسمح له انه تكون عنده كارت دو موال. دونك هذا ما نخافوش منه، هذا راهو من عادته، من تقاليده، من اصل خدمته انه يربي ويسمن ويبيع. هذا كل ما يخوفناش، خوفنا الدخيل اللي ما عنده حتى علاقه، اللي كي يقرب لباب السوق تقول له اعطيني كارت موال يقول لك ما عنديش. هذا اخي ما عندكش، ما تجيش تحصرنا هنا، ما تجيش تضيق علينا. اذا راك في المهنه نظم روحك، هيك روح ادخل في المهنه وحط روحك في لاكاز، اللي تحط مربي ولا مسمن ولا تاجر، المهم ادخل بصفه رسميه، على الاقل نعرفوا شكون عندنا من 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 الناس اللي يدخلوا السوق، والعدد الاعداد اللي يدخلوها على السوق، وتكون عندنا فكره مليحه باش كل سوق نشوف خير واش دخل فيه، وتعطينا معلومه على الاحصائيات اللي ننجموا نديروها كقاعده في السنين القادمه ان شاء الله. نعم، استاذ ابراهيم عمراني، بما انك تحدثت عن الدخلاء لهذه السوق، هل حددتم نقاط بيع الاضاحي بيناتكم يعني كموالين، ام مازال ما بنش؟ هذه ترجع لعندنا سنين، وحنا المسؤوليه ترجع ل وزاره الفلاحه. عندها 4 ولا 5 سنين كانوا يستشيرونا، يعرفونا انه نخيروا نكونوا معهم في ترقيه الاماكن اللي مؤهله لاستقبال الماشى واستقبال المواطنين في موسم العيد، عبر خاصه عبر الولايات الكبرى زي العاصمه، قسنطينه، عنابه، وهران، هذو هم المدن الكبرى اللي يكون فيه استقطاب كبير، يكون فيه عدد المشتري يكون اكثر. كانت وزاره الفلاحه من سنين من قبل كانت تشركنا وتعيط لنا، ونخرجوا مع الممثلين من الوزاره ونخيروا نشوفوا الاماكن، هل هي مهيئه، هل هي قريبه من الطريق، هل هي بعيده على الميزانس، ما تكونش فيها ازعاج للسيركيلاسيون ولا ازعاج للمواطنين ولا. كنا نساهموا براينا، نمدوا راينا، الحمد لله يعني فهمنا باش كي يعيطونا نكونوا حاضرين. احنا نسناو حتى الان، نسناو واش هما ما باش يقولوا لنا ارواحوا ولا تفضلوا ولا روحوا شوفوا معنا. حاليا جوسكا بريزون ما كان حتى خبر، مي احنا مستعدين ان شاء الله، يا با بروبليم، لين يعيطوا لنا يحتاجونا احنا مستعدين.
جزيلا لك أستاذ إبراهيم عمراني على هذا التدخل. نربط الاتصال الآن بالطرف الآخر والذي يهم المستهلك. نربط الاتصال بالأستاذ فادي تميم المنسق الوطني للمنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك الذي سيكون معنا عبر خدمة الهاتف. فقط نذكر مشاهدينا الكرام أننا نناقش أسعار الأضاحي. هذه السوق التي من عام لآخر قاعدة يعني تنخر في جيوب المواطن، مع أنها شعيرة من شعائر الله، وجب أن تكون فيها رحمة وشفقة لهذا المواطن الذي يتقرب من الله عبر هذه الأضحية، وكذلك يدخل البهجة والسرور على عائلتهم يعني. ولكن للأسف بات هذا الأمر من سابع المستحيلات بالنسبة للأشخاص ذوي الدخل المتوسط، وحتى أحيانا يعني لدخلهم لبس به يعني نقدر نقوله كبش العيد أنه يتراوح ما بين 6 ملايين وحتى 10 ملايين. هذا أمر ليس بالطبيعي وليس من شمات المسلم أنه يبيع أضحية بهذا المبلغ الضخم. طيب نربط الاتصال الآن بالأستاذ فادي تميم المنسق الوطني للمنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك. أهلا بكم سيدي، مرحبا. أهلا وسهلا، جمعة مباركة. وطن هو ضحية الأولى لهذه لهذه الأيادي اللي قاعدة تربي وتبعنا في هذه الأضاحي بهذا السعر الباهظ الثمن. أما للأسف الشديد يعني لما نقوله إحنا نقوله إنه أسعار الأضاحي هذا العام هي مرتفعة مقارنة بالعام الماضي اللي كانت في الأصل مرتفعة جدا. يعني رانا من كل سنة نعيد نفس الأسطوانة، كل سنة نلاحظ اختلالات في السوق، لكن الملاحظ أيضا أننا بعد انقضاء شهر رمضان، ننسى شهر رمضان إلى مشارف شهر رمضان المقبل، ينقضي عيد الأضحى بحلوه ومره وإن شاء الله يكون دائما الحلو أكثر من المر، لنتذكره على مشارف عيد الأضحى المبارك القادم. هاي الإشكالية. الإشكالية أنه عنا مجموعة اختلالات في السوق التجاري الجزائري، عنا كثير من الاختلالات، نعالج نتائجها لكن لا نعالج المسببات، ونتذكر المناسبة فقط يعني على مشارف منها. لازمنا نخرج من هذه الحلقة المفرغة، لازمنا ندير دراسة، لازمنا تكون عنا معطيات، عنا إحصائيات، عنا مسببات. الآن لما في المنظمة نتناقش مع الموالين حول ارتفاع الأضاحي، الجميع يقول لك ارتفاع أسعار الأعلاف، هذه أسطوانة كرهنا منها. هل أعلاف في الجزائر يعني خليني نقول أنه هل المواشي في الجزائر تأكل أعلاف يعني ممتازة النوع، وفي خارج الجزائر في دول أخرى تأكل كرتون؟ هذا أمر غير مقبول. يعني ما زلنا نعالجه فقط في النتائج. والكارثة الكبرى أنه المستهلك هو من يدفع الثمن. الآن يعني مشكورة أنت ذكرتي أنه السعر من 60,000 دينار إلى 100,000 دينار. هل موظف جزائري متوسط الدخل يستطيع أنه يدفع أضحية بهذا السعر؟ أنا أعرف جميعا اختلالات السوق. أولا 10 مليون رأس بعد الإحصاء الذي قامت به وزارة الفلاحة لم تظهر. أين ذهبت 10 مليون رأس هذه؟ ولا هل هذه 10 مليون رأس كانت مضافة من أجل نهب أموال الدعم؟ يعني أعطينا رقم وكنا نتغناه برقم كبير، وبعد اكتشفنا أنه عندنا رقم من 29 مليون رأس إلى 19 مليون رأس، والجميع كان يعلم أنه الثروة الحيوانية في الجزائر في تناقص من سنة إلى أخرى، في تناقص. أستاذ فادي تميم، ربما سؤال قد وجهته للأستاذ عمراني وقال ربما هذا من شيء المستحيل، وهو إمكانية تعميم البيع بالميزان. اليوم لماذا لا نبيع بالميزان مدام أنه قد يخفض أولا أسعار هذه المواشي ويضبط الأسعار كذلك في الأسواق، ويتمكن الزوالي من شراء هذه الأضحية ليتقرب من الله عز وجل وكذلك ليفرح الأولاد؟ للأسف يعني ثقافة البيع كبش كاملا هي ثقافة توارثناها سنوات عن سنوات. من الصعب جدا تغيير عقلية الموال أو تغيير عقلية التاجر. كانت هناك محاولات لبعض المؤسسات التابعة للدولة يعني اللي تبيع بالميزان الأضحية. الآن يعني لو نديروا مقارنة صغيرة فقط أنه على حسب الأسعار الموجودة تاع الأضاحي،
على حسب سعرها مقارنة بوزنها، نجد أنه كيلوغرام اللحم يتعدى 3000 دينار، وهذا أمر غير منطقي، يعني أمر يعني مبالغ فيه، لأنه من المستهلك راهو شاري مادة معينة، يجب أنه يكون هذه المادة وفق الميزان وليس بالتقييم يعني العيني أو بالشكل تاع الأضحية. هذه الإشكالية، يعني أنا من أول إحنا في المنظمة كانت عندنا مجموعة اقتراحات، كانت عندنا مجموعة يعني تدخلات في هذا المجال، لكن إذا ما كانش إرادة لفتح هذا الملف، يعني نفتحوه مرة واحدة وندرسوه ونلقاه الحلول، لأنه من سنة إلى سنة الأزمة قاعدة تزيد تتفاقم، وما يزيد الأزمة للأسف على مشارف المواسم والأعياد هو تدخل مجموعة من المصامصرة، أصبحت تجارة في الجزائر ما هيش سلسلة تجارية عادية كما العالم، منتج تاجر جملة تاجر تجزئة وصولا للمستهلك، تلقاي منتج سمسار تاجر جملة سمسار تاجر تجزئة وصولا للمستهلك، على قد ما يزيدوا السماسرة أو المتدخلين في السلسلة التجارية أيضا يزيدوا في الأزمة، يعني السعر هو مرتفع ويزيد يرتفع أكثر. لكن خلينا نقوله أنه إحنا الآن 15 يوم على يعني عيد الأضحى، أسبوعين أو ثلاث أسابيع على عيد الأضحى المبارك، لكن ما كانش أي تدخل من الجهات المختصة، يعني لا شفنا تحضير لأسواق على المستوى على مستوى كبرى الولايات، ما كانش هذه النقطة. هل السوق راح نفتحوه قبل يومين من عيد الأضحى؟ ما شفناش كذلك أستاذ فادي، ما شفناش آليات للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن، ما دام أنه فيه قرار لتجريم ذبح إناث المواشي، بالتالي ذكور المواشي راح يطلع سعرها، وهنا ما نقدروش نكبحوا ذلك، لأنه هذا الأمر طبيعي بما أنه الإناث جرم ذبحها، فبالتالي ذكور المواشي راح يكون سعره طالع. أكيد يعني، لكن الفرق في الجزائر بين ثمن الأنثى وبين ثمن الذكر في الخروف راهو غير طبيعي، لأنه الأنثى هذه تأكل نفس العلف، يعني صحيح الجميع يعلم أنه كاين فرق في مذاق اللحم، لكن ماهوش اللي يخلي السعر مثلا الأنثى تلقيها ب 30 دينار نفس يعني الميزان للذكر يكون ب 70,000 دينار، يعني فرق كبير في السعر. هذه نقطة. النقطة الثانية، احنا عندنا سنوات كنا نقولوا هناك استنزاف للثروة الحيوانية بالذبح العشوائي للأنثى، ولكن الذبح هذا مش غير في عيد الأضحى، الذبح هذا يتم في مذابح غير شرعية، يتم في مطاعم يعني بدون المرور نهائيا على سلسلة الرقابة والبياقرة، يعني كاين استنزاف. ننهيوا هذا القرار ونتمنوا انه يطبق حفاظا على الثروة الحيوانية، لكن تطبيق هذا القرار في هذه الفترة راح يخلي اسعار اللحم مرتفعة. احنا كنا نتمناو انه يطبق القرار لكن القى لي حلول للمستهلك، لانه المعاقب في النهاية هو المستهلك. لما تشوفي يعني تذمر العائلات وخاصة محدودي الدخل من الاسعار، ونعرفوا كامل انه شعيرة الذبح في الجزائر هي يعني شعيرة مقدسة كثير، يعني الناس راح تروح للاستدانة، راح تروح حتى يعني لبيع حتى مصوغاتها من أجل شراء الكبش، يعني هذا الأمر أصبح يقلق المستهلك كثيرا. نفتحوا الملف، وكنا نتمناه أنه إيجاد حلول يعني مرحلية للعيد هذا إلى حين فتح الملف، ويعني نروحوا للعيد اللي ما بعده نلقوا حلول، لكن للأسف الشديد ما كاين حتى حل، لا استيراد لتغطية العجز، لا فتح أسواق جوارية من أجل يعني تنجيم الناس اللي تدخل سمسرة بين المستهلك وبين الموال. قلنا على الأقل أنه بيع الأضاحي من الموال مباشرة للمستهلك راح يخفف عليه 3000 أو 4000 دينار، لكن للأسف الشديد بعد انتهاء شهر رمضان كان التدخل الوحيد لوزارة الفلاحة هو تجريم ذبح الأنثى. تقولنا هذا القانون احنا معاه ونوافقوه، هو سبب من أجل الحفاظ يعني على الثروة الحيوانية، الثروة الحيوانية هو يعني ذبح العشوائي الأنثى من بين الأسباب، لكن لما نسنوا قانون في فترة مثل هذه على الأقل نقدموا حلول أخرى. صح. لأنه بصراحة الآن احنا رايحين العيد الأضحى بأسعار مرتفعة جدا، ويعني ما كانش يعني بوادر انه راح تنخفض هذه الأسعار، بالعكس
كل ما المعطيات اللي عندنا تنبئ انه الاسعار راح تبقى مرتفعه الى انقضاء عيد الاضحى. نعم، احنا خلينا نتحدث استاذ بكل صراحه، هذا جزء بسيط من هذه الاسباب بالاضافه الى تهريب ماشيتنا، لانها من بين يعني اجود انواع الماشيه يتم تهريبها الى دول الجوار للاسف، ربما من بين أسباب اللي ترتفع أسبابها كذلك عفوا أسعارها أنه يجب تشديد كذلك الرقابة على الحدود الجزائرية من أجل عدم تهريب هذه الماشية، وبالتالي يكون سعر مرتفع جدا. على كل حال لن ينال الله لحومها ولا دماءها، ولكن يناله التقوى منكم، كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. هي في الأخير تبقى شعيرة من شعائر الله عز وجل، وجب أن نأخذ الشفقة والرحمة بجاه هذه الشعيرة. نشكرك جزيلا شكر أستاذ فادي تميم المنسق الوطني للمنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك على تدخلكم معنا.